كمعلمة رياضة أطفال كثير ما أقابل أمهات ومعهم أطفالهم، وأحياناً يشكون لي من أطفالهم أمام أطفالهم، فتتكلم عنه وتقول عنه، ما يسمع كلام، ما يطيعني، يضرب أخوانه، يضربنا، يرمي، وأنا أشلها الولد يسمع لك، وأتفاجأ بردها ما يفهم. يعني إيش ما يفهم؟ كيف ما يفهم؟ يفهم نص. مصيبة إن كنا نفهم بأن الطفل لا يفهم ونؤمن بذلك بقوة لدرجة أننا نتكلم عنه قدامه، نخطط قدامه، نحط من قدره أمامه، بعدين نستغرب ليش يأخذ موقف منا، ليش يتصرف تصرفات سلوكيات سيئة، لأن سمعنا وإحنا نتكلم عنها وأدرك شقد إنه قليل القيمة، وهذه مصيبة في حد ذاتها. ما لم نتخلص كمجتمع من القناعة إنه صغير القامة قليل القيمة، عمر الطفل ما يحصل على حقه في الاحترام. يعتقد المربين بأنه الرعاية هي التربية، إطلاقاً أبداً. الرعاية هي الحاجات اللي نقدمها للطفل، مأكل، مشرب، مسكن، حاجات الأساسية اللي لو ما سويناها بيموت. لكن التربية هي التي تصنع الإنسان، ومن الحاجات اللي نغفل أحياناً حق الاحترام للطفل.